الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته؟ نعم، معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته أن الغلام محبوس عن الشفاعة لولديه يوم القيامة إذا لم يعق عنه أبوه، هكذا فسره بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء مرتهن بعقيقته يعني أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه وانشراح صدره عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتهن، وهذا القول أقرب، وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد وانشراح صدره ومضيه في أعماله. نعم.